شعورنا صحيح تمنينا هذا التعادل، تمنينا الفوز طبعا، لكن التعادل أيضا كيف ما يقول البعض بطعم الفوز. هنات اللاعبين وفهمتهم أنه إياك نقطة تعود ثمينة، يالتهم يفوزوا في المباراة بعد 3 أيام ضد إفريقيا الوسطى في نواكشوط. بالمناسبة نهنى الجميع، غير نقول للجمهور الموريتاني عنهم اللي إياك نفوزوا في نواكشوط، يالتنا نعودوا ورانا مشجعين ويجوا يحضروا المباراة بكثرة، وياك يحضروا مالي يالتهم يشوفوا الوقت، لأنه المباراة وبرمجت الساعة 4 ما هي الساعة 5 متعودة عليها الناس، وياك يحضروا لها يالتهم يجوا الساعة 2 أو الساعة 3 يشجعوا اللاعبين في الإحماء ويشجعوهم أن تبدأ المباراة. وإن شاء الله نتمنى أن لا نفوزوا بها، ونتمنى أن نرجعوا نتأهلوا مرة أخرى لكأس إفريقيا للأمم، ولماذا لا نعدلوا شيء أكبر من ذاك، وذاك وإن نطمحوا له إن شاء الله. شكرا. Même s'il y a beaucoup de choses à corriger, il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, là, je suis défendre. D'habitude, on peut pas. D'habitude, bon, les années passées, on n'arrivait pas à garder un score, on va dire. Mais on a pu faire un bon 0-0 ici. Je pense que c'est un bon point. Donc, ça va nous permettre de continuer à bien travailler dès mardi pour pouvoir, Inch'Allah, gagner à domicile contre cette équipe du Centrafrique, Inch'Allah. في البداية مهني مهني مهنيكم ومهني راسي ومهني الشعب الموريتاني بهذا التعادل الثمين اللي هو تعادل بطعم الفوز. بالنسبة لبسام أصيب في العضلة الضامل الفخ في رجل اليمنى، ونتمنى أن تكون إصابة عادية. غدا إن شاء الله نباشر الفحوص ونطلعكم على تفاصيل الإصابة إن شاء الله. نتمنى مبدئيا أن تكون إصابة عادية إن شاء الله.